أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال: أصبت شارفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر. واعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفا اخرى فانختهما يوما عند باب رجل من الانصار وانا اريد ان احمل عليهما اذخرا لابيعه ومعي صائغ من بني قينقاع فاستعين به على وليمه فاطمه وحمزه بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قينه تغنيه فقالت ألا يا حمز للشرف النوائي فثار إليهما حمزة بالسيف فجب أسنمتهما وبقر خواصرهما ثم أخذ من أكبادهما قلت لابن شهاب ومن السنام قال قد جب أسنمتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي فنظرت إلى منظر أفضعني فاتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثه فاخبرته الخبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل على حمزه فتغيظ عليه فرفع حمزه بصره فقال هل انتم الا عبيد لابائي فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقهقر حتى خرج عنهم وحدثنا عبد بن حميد اخبرني عبد الرزاق اخبرني ابن جريج بهذا الاسناد مثله. وحدثني ابو بكر بن اسحاق اخبرنا سعيد بن كثير بن عفير ابو عثمان المصري. حدثنا عبد الله بن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب اخبرني علي بن حسين بن علي ان حسين بن علي اخبره. أن عليا قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فاستعين به في وليمه عرسي فبينا انا اجمع لشارفي متاعا من الاقتاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان الى جنب حجره رجل من الانصار وجمعت حين جمعت ما جمعت فاذا شارفاي قد اجتبت اسنمتهما وبقرت خواصرهما واخذ من اكبادهما فلم املك عيني حين رايت ذلك المنظر منهما قلت من فعل هذا قالوا فعله حمزه بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الانصار غنته قينه واصحابه فقالت في غنائها الا يا حمز للشرف النوائي فقام حمزه بالسيف فاجتب اسنمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما. قال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده زيد بن حارثة. قال: فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي لقيت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قلت يا رسول الله: والله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزه على ناقتي فاجتب اسنمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء الباب الذي فيه حمزه فاستاذن فاذنوا له فاذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه فيما فعل فاذا حمزه محمره عيناه فنظر حمزه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر الى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر الى سرته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه فقال حمزه وهل انتم الا عبيد لابي فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ثمل، فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقراء، وخرج وخرجنا معه. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزاذ، حدثني عبد الله بن عثمان عن عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري بهذا الاسناد مثله. حدثني ابو الربيع سليمان بن داود العتكي حدثنا حماد يعني بن زيد اخبرنا ثابت عن انس بن مالك قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت ابي طلحه وما شرابهم الا الفضيخ البسر والتمر فاذا مناد ينادي فقال اخرج فانظر فخرجت فإذا مناد ينادي الا ان الخمر قد حرمت قال فجرت في سكك المدينه فقال لي ابو طلحه اخرج فهرقها فهرقتها فقالوا او قال بعضهم قتل فلان قتل فلان وهي في بطونهم قال فلا ادري هو من حديث انس فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. وحدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن عليا: اخبرنا عبد العزيز بن صهيب قال سألوا انس بن مالك عن الفضيخ، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيخكم هذا. الذي تسمونه الفضيخ اني لقائم اسقيها ابا طلحه وابا ايوب ورجالا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا اذ جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر قلنا لا قال فان الخمر قد حرمت فقال يا انس ارق هذه القلال قال فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية قال وأخبرنا سليمان التيمي حدثنا أنس بن مالك قال إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا فجاء رجل فقال إنها قد حرمت الخمر فقالوا اكفئها يا أنس فكفأتها. قال: قلت لأنس ما هو؟ قال: بصر ورطب. قال: فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان: وحدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا. حدثنا محمد بن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: قال أنس كنت قائما على الحي أسقيهم بمثل حديث ابن عليا، غير أنه قال: فقال أبو بكر بن أنس: كان خمرهم يومئذ، وأنس شاهد، فلم ينكر أنس ذاك. وقال ابن عبد الأعلى: حدثنا المعتمر عن أبيه، قال: حدثني بعض من كان معي أنه سمع أنسا يقول: كان خمرهم يومئذ. وحدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن عليا قال: وأخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس بن مالك قال: كنت اسقي ابا طلحه وابا دجانه ومعاذ بن جبل في رهط من الانصار. فدخل علينا داخل فقال: حدث خبر نزل تحريم الخمر فكفأناها يومئذ. وإنها لخليط البسر والتمر. قال قتاده، وقال أنس بن مالك: لقد حرمت الخمر، وكانت عامة خمورهم يومئذ خليط البسر والتمر. وحدثنا أبو غسان المسماعي ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: أخبرنا معاذ بن هشام: حدثني أبي عن قتاده، عن أنس بن مالك قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة فيها خليط بسر وتمر بنحو حديث سعيد. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب، وإن ذلك كان عامة خمورهم يوم حرمت الخمر. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك أنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ وتمر، فأتاهم آت فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو بكر يعني الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر: حدثني أبي أنه سمع أنس بن مالك يقول: لقد أنزل الله الآية التي حرم الله فيها الخمر، وما بالمدينة شراب يشرب إلا من تمر. حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حا وحدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن علقمه بن وائل عن ابيه وائل الحضرمي ان طارق بن سويد الجعفي سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه او كره ان يصنعها فقال انما اصنعها للدواء فقال انه ليس بدواء ولكنه داء حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا الحجاج بن ابي عثمان حدثني يحيى بن ابي كثير ان ابا كثير حدثه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخله والعنبه وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا الاوزاعي حدثنا أبو كثير، قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. وحدثنا زهير بن حرب وأبو كريب، قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي وعكرمة بن عمار وعقبة بن التوأم. عن أبي كثير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر من هاتين الشجرتين الكرمة والنخلة، وفي رواية أبي كريب: الكرم والنخل. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير بن حازم، سمعت عطاء بن أبي رباح، حدثنا جابر بن عبد الله الأنصاري. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط الزبيب والتمر والبسر والتمر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج قال: قال لي عطاء سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجمعوا بين الرطب والبسر، وبين الزبيب والتمر نبيذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير المكي مولى حكيم بن حزام، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي، عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما. حدثنا يحيى بن ايوب، حدثنا ابن عليا، حدثنا سعيد بن يزيد ابو مسلمه عن ابي نضرة عن ابي سعيد قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلط بين الزبيب والتمر، وان نخلط البسر والتمر. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا بشر يعني ابن مفضل. عن ابي مسلمه بهذا الاسناد مثله وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا وكيع عن اسماعيل بن مسلم العبدي عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا او تمرا فردا او بسرا فردا وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي بهذا الإسناد، قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بسرًا بتمر، أو زبيبًا بتمر، أو زبيبًا ببسر، وقال: من شربه منكم، فذكر بمثل حديث وكيع. حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن عليا أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا، وانتبذوا كل واحد منهما على حدته». وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر العبدي عن حجاج بن ابي عثمان عن يحيى بن ابي كثير بهذا الاسناد مثله حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي قتاده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنتبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذ الرطب والزبيب جميعا ولكن انتبذوا كل واحد على حدته وزعم يحيى أنه لقي عبد الله بن أبي قتادة فحدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا وحدثنيه أبو بكر بن إسحاق حدثنا روح بن عباده حدثنا حسين المعلم، حدثنا يحيى بن ابي كثير بهذين الاسنادين غير انه قال: الرطب والزهو والتمر والزبيب. وحدثني ابو بكر بن اسحاق، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا ابان العطار، حدثنا يحيى بن ابي كثير، حدثني عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه، ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والبسر وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحد على حدته وحدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث حدثنا زهير بن حرب وابو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا وكيع عن عكرمه بن عمار عن ابي كثير الحنفي عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حدته وحدثنيه زهير بن حرب، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة، وهو أبو كثير الغبري. حدثني أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني. عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يخلط التمر والزبيب جميعا، وان يخلط البسر والتمر جميعا، وكتب الى اهل جرش ينهاهم عن خليط التمر والزبيب. وحدثنيه وهب بن بقيه اخبرنا خالد يعني الطحان عن الشيباني بهذا الاسناد. في التمر والزبيب، ولم يذكر البسر والتمر. حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، اخبرني موسى بن عقبة عن نافع، عن ابن عمر انه كان يقول: قد نهي ان ينبذ البسر والرطب جميعا، والتمر والزبيب جميعا. وحدثني ابو بكر بن اسحاق حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال قد نهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا والتمر والزبيب جميعا. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت أن ينبذ فيه وحدثني عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفة أن ينتبذ فيه قال وأخبره أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت ثم يقول أبو هريرة واجتنبوا الحناتم حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزفة والحنتم والنقير قال قيل لابي هريره ما الحنتم قال الجرار الخضر حدثنا نصر بن علي الجهضمي اخبرنا نوح بن قيس حدثنا ابن عون عن محمد عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس انهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزاده المجبوبه ولكن اشرب في سقائك وأوكه حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، أخبرنا عبثر، حا وحدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير حا، وحدثني بشر بن خالد أخبرنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبه، كلهم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ في الدباء والمزفت. هذا حديث جرير، وفي حديث عبثر وشعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير. قال زهير: حدثنا جرير عن منصور. عن ابراهيم قال قلت للاسود هل سالت ام المؤمنين عما يكره ان ينتبذ فيه قال نعم قلت يا ام المؤمنين اخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتبذ فيه قالت نهانا اهل البيت ان ننتبذ في الدباء والمزفت قال قلت له اما ذكرت الحنتم والجر قال انما احدثك بما سمعت احدثك ما لم اسمع وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي اخبرنا عبثر عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان وشعبه قال حدثنا منصور وسليمان وحماد عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعني بن الفضل حدثنا ثمامه بن حزن القشيري قال لقيت عائشه فسالتها عن النبيذ فحدثتني أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ، فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء والنقير والمزفة والحنتم. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن عليا، حدثنا إسحاق بن سويد عن معاذة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم اخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا اسحاق بن سويد بهذا الاسناد الا انه جعل مكان المزفت المقير. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس حا وحدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقيَّر، وفي حديث حماد جعل مكان المقيَّر المزفت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني، عن حبيب عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن حبيب بن ابي عمره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفه والنقير وان يخلط البلح بالزهو حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبه عن يحيى البهراني قال: سمعت ابن عباس حا وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يحيى بن ابي عمر، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والنقير والمزفت. حدثنا يحيى بن يحيى: اخبرنا يزيد بن زريع عن التيمي. حا وحدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن عليا اخبرنا سليمان التيمي عن ابي نضره عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر ان ينبذ فيه. حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن عليا اخبرنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن ابي نضره عن ابي سعيد الخدري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وحدثناه محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتبذ، فذكر مثله. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثني أبي حدثنا المثنى يعني ابن سعيد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الحنتمة والدباء والنقير وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسريج بن يونس واللفظ لأبي بكر قال حدثنا مروان بن معاوية عن منصور بن حيان عن سعيد بن جبير قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا جرير يعني ابن حازم، حدثنا يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال: سالت ابن عمر عن نبيذ الجر فقال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فاتيت ابن عباس فقلت الا تسمع ما يقول ابن عمر قال وما يقول قلت قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقال صدق ابن عمر حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فقلت: واي شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المدر. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال ابن عمر: فاقبلت نحوه فانصرف قبل ان ابلغه فسالت ماذا قال؟ قالوا نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد، حا. وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قالا حدثنا حماد، حا. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، جميعا عن أيوب، حا. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي. حدثنا عبيد الله حا وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر عن الثقفي عن يحيى بن سعيد حا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن ابي فديك اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان حا وحدثني هارون الايلي اخبرنا ابن وهب اخبرني اسامه كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك، ولم يذكروا في بعض مغازيه الا مالك واسامه. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن ثابت قال: قلت لابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، قال فقال قد زعموا ذاك. قلت أنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد زعموا ذاك حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية حدثنا سليمان التيمي عن طاووس قال قال رجل لابن عمر أنهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نبي الجر قال نعم ثم قال طاووس والله إني سمعته منه وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أنا رجلا جاءه فقال أنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ في الجر والدباء قال نعم وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر والدباء حدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة أنه سمع طاووسا يقول كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء والمزفت قال نعم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال سمعت بن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم والدباء والمزفت قال سمعته غير مره وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أخبرنا عبثر عن الشيباني عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وأراه قال والنقير حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والذباء والمزفّت وقال انتبذوا في الاسقيه حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن جبلة قال سمعت ابن عمر يحدث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمه فقلت ما الحنتمه قال الجراح حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عمرو بن مره حدثني زازان قال قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الاشربه بلغتك وفسره لي بلغتنا فان لكم لغه سوى لغتنا فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتم وهي الجرة وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبه في هذا الاسناد وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا عبد الخالق بن سلمه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول عند هذا المنبر واشار الى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن الأشربة، فنهاهم عن الدباء والنقير والحنتم، فقلت له: يا أبا محمد والمزفت، وظننا أنه نسيه، فقال: لم أسمعه يومئذ من عبد الله بن عمر، وقد كان يكره. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا ابو الزبير حا وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر وابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفه والدباء. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير أنه سمع ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر والدباء والمزفت قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر والمزفة والنقير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد شيئا ينتبذ له فيه نبذ له في تور من حجارة حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو عوانة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له في تور من حجارة وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير حا وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر قال كان ينتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فاذا لم يجدوا سقاء نبذ له في تور من حجاره فقال بعض القوم وانا اسمع لابي الزبير من برام قال من برام حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان، وقال ابن المثنى عن ضرار بن مُرَّه عن محارب عن ابن بُريدة عن أبيه حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا ضرار بن مُرَّه أبو سنان عن محارب بن دثار عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن النبيذ الا في سقاء فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وحدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا ضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الاوعية قالوا: ليس كل الناس يجد، فارخص لهم في الجر غير المزفت. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب اسكر فهو حرام. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي: اخبرنا ابن وهب، اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع عائشة تقول: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب اسكر فهو حرام. حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة، حا، وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي عن صالح، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر كلهم عن الزهري بهذا الاسناد وليس في حديث سفيان وصالح سئل عن البتع وهو في حديث معمر وفي حديث صالح انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شراب مسكر حرام. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من الشعير وشراب يقال له البتع من العسل فقال كل مسكر حرام حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو سمعه من سعيد بن ابي برده عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذا الى اليمن فقال لهما بشرا ويسرا وعلما ولا تنفرا، وأراه قال: وتطاوعا. قال: فلما ولى رجع أبو موسى فقال: يا رسول الله، إن لهم شرابا من العسل يطبخ حتى يعقد، والمزر يصنع من الشعير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن أبي خلف واللفظ لابن أبي خلف قال حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله وهو ابن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن سعيد بن أبي بردة حدثنا أبو بردة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن فقال ادع الناس وبشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا. قال فقلت يا رسول الله: افتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبث حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبث حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اعطي جوامع الكلم بخواتمه فقال انهى عن كل مسكر اسكر عن الصلاه حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن عمارة بن غزيه عن ابي الزبير عن جابر ان رجلا قدم من جيشان وجيشان من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسكر هو؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينه الخبال قال عرق اهل النار او عصاره اهل النار حدثنا ابو الربيع العتكي وابو كامل قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن إسحاق كلاهما عن روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام وحدثنا صالح بن مسمار السلمي حدثنا معن حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبه بهذا الاسناد مثله وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن حاتم قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله اخبرنا نافع عن ابن عمر قال ولا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الاخره حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: من شرب الخمر في الدنيا فلم يتب منها حرمها في الاخرة فلم يسقها قيل لمالك رفعه قال نعم. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الاخره الا ان يتوب وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا هشام يعني ابن سليمان المخزومي عن ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا ابي، حدثنا شعبه عن يحيى بن عبيد ابي عمر البهراني، قال سمعت ابن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذاك والليلة التي تجيء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر به فصب حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى البهراني قال ذكروا النبيذ عند ابن عباس فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له في سقاء، قال شعبة: من ليلة الاثنين، فيشربه يوم الاثنين والثلاثاء إلى العصر، فإن فضل منه شيء سقاه الخادم أو صباه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر وأبي كُريب، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي عمر عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغد، وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن الأعمش عن يحيى بن أبي عمر عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهرقه. وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن زيد عن يحيى أبي عمر النخعي قال سأل قوم ابن عباس عن بيع الخمر وشرائها والتجارة فيها فقال أمسلمون أنتم قالوا نعم قال فإنه لا يصلح بيعها ولا شراؤها ولا التجارة فيها قال فسالوه عن النبي فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ثم رجع وقد نبذ ناس من اصحابه في حناتم ونقير ودباء فامر به فاهريق ثم امر بسقاء فجعل فيه زبيب وماء فجعل من الليل فاصبح فشرب منه يومه ذلك وليلته المستقبله ومن الغد حتى أمسى، فشرب وسقى، فلما أصبح أمر بما بقي منه فأهريق. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا القاسم يعني بن الفضل الحداني، حدثنا ثمامة يعني بن حزن القشيري، قال لقيت عائشة فسألتها عن النبيذ. فدعت عائشه جاريه حبشيه فقالت سل هذه فانها كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت الحبشيه كنت انبذ له في سقاء من الليل واوكيه واعلقه فاذا اصبح شرب منه حدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس عن الحسن عن امه عن عائشه قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكى اعلاه وله عزلاء ننبذه غدوه فيشربه عشاء وننبذه عشاء فيشربه غدوه حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال دعا ابو اسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امراته يومئذ خادمهم وهي العروس قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم انقعت له تمرات من الليل في تور فلما اكل سقته اياه وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهلا يقول اتى ابو اسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقل فلما اكل سقته اياه وحدثني محمد بن سهل التميمي حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد يعني ابا غسان حدثني ابو حازم عن سهل بن سعد بهذا الحديث وقال في تور من حجاره فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام اماثته فسقته تخصه بذلك حدثني محمد بن سهل التميمي وابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر اخبرنا وقال ابن سهل حدثنا وقال ابن سهل حدثنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد وهو ابن مطرف ابو غسان اخبرني ابو حازم عن سهل بن سعد قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امراه من العرب فأمر أبا أسيد أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجوم بني ساعدة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها. فلما كلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك. قال قد أعذتك مني. فقالوا لها اتدرين من هذا فقالت لا فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءك ليخطبك قالت انا كنت اشقى من ذلك قال سهل فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفه بني ساعده هو واصحابه ثم قال اسقنا لسهل قال فأخرجت لهم هذا القدح فأسقيتهم فيه. قال أبو حازم: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا فيه. قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العزيز فوهبه له. وفي رواية أبي بكر بن إسحاق: قال اسقنا يا سهل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قال حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس قال لقد سقيت رسول الله بقدح هذا الشراب كله العسل والنبيذ والماء واللبن حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن البراء قال قال أبو بكر الصديق: لما خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، مررنا براع، وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فحلبت له كثبة من لبن، فأتيته بها، فشرب حتى رضيت. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت ابا اسحاق الهمداني يقول سمعت البراء يقول لما اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه فاتبعه سراقه بن مالك بن جعشم قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه فقال ادع الله لي ولا أضرك قال فدع الله قال فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمروا براعي غنم قال أبو بكر الصديق فأخذت قدحا فحلبت فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كثبة من لبن فأتيته به فشرب حتى رضيت حدثنا محمد بن عباد وزهير بن حرب واللفظ لابن عباد قال حدثنا ابو صفوان اخبرنا يونس عن الزهري قال قال ابن المسيب قال ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي ليله اسري به بايلياء بقدحين من خمر ولبن فنظر اليهما فاخذ اللبن فقال له جبريل عليه السلام الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر بإيلياء. حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبد بن حميد كلهم عن ابي عاصم، قال ابن المثنى: حدثنا الضحاك، اخبرنا ابن جريج، اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: اخبرني ابو حميد الساعدي. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن من النقيع ليس مخمرا، فقال: ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال أبو حميد: إنما أمر بالأسقية أن توكأ ليلى، وبالأبواب أن تغلق ليلى. وحدثني إبراهيم بن دينار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج وزكريا ابن إسحاق قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرني أبو حميد الساعدي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن بمثله قال ولم يذكر زكريا قول أبي حميد بالليل حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واللفظ لابي كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل يا رسول الله الا نسقيك نبيذا فقال بلى قال فخرج الرجل يسعى فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا خمرته ولو تعرض عليه عودا، قال فشرب. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان وابي صالح عن جابر قال: جاء رجل يقال له ابو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الا خمرته ولو تعرض عليه عودا حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال غطوا الاناء واوكوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على انائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فان الفويسقه تضرم على اهل البيت بيتهم ولم يذكر قتيبه في حديثه وأغلقوا الباب. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أنه قال: واكفئوا الإناء أو خمروا الإناء. ولم يذكر تعريض العود على الإناء. وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أغلقوا الباب فذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال وخمر الآنية وقال تضرم على أهل البيت ثيابهم وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال: والفويسقة تضرم البيت على اهله. وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا روح بن عباده حدثنا ابن جريج اخبرني عطاء انه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم فان الشيطان ينتشر حينئذ فاذا ذهب ساعه من الليل فخلوهم واغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واوكوا قربكم واذكروا اسم الله وخمروا انيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نحوا مما أخبر عطاء إلا أنه لا يقول أذكر اسم الله عز وجل وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابن جريج بهذا الحديث عن عطاء وعمر بن دينار كرواية روح. وحدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير عن جابر، حا وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشياطين تنبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء". وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث زهير. وحدثنا عمرو الناقد، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الليث بن سعد، حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليفي عن يحيى بن سعيد، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم، عن القعقاع بن حكيم، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء، لا يمر بإناء ليس عليه غطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي: حدثني أبي: حدثنا ليث بن سعد بهذا الإسناد بمثله غير أنه قال فإن في السنة يوما ينزل فيه وباء وزاد في آخر الحديث قال الليث فالأعاجم عندنا يتقون ذلك في كانون الأول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو عامر الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي عامر قالوا حدثنا ابو اسامه عن بريد عن ابي برده عن ابي موسى قال احترق بيت على اهله بالمدينه من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشانهم قال ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن خيثمه عن ابي حذيفه عن حذيفه قال كنا اذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع ايدينا حتى يبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده وانا حضرنا معه مره طعاما فجاءت جاريه كانها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء اعرابي كانما يدفع فاخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يستحل الطعام الا يذكر اسم الله عليه وانه جاء بهذه الجاريه ليستحل بها فاخذت بيدها فجاء بهذا الاعرابي ليستحل به فاخذت بيده والذي نفسي بيده ان يده في يدي مع يدها وحدثناه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عيسى بن يونس اخبرنا الاعمش عن خيثمه بن عبد الرحمن عن ابي حذيفه الارحبي عن حذيفه بن اليمان قال كنا اذا دعينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى طعام فذكر بمعنى حديث ابي معاويه وقال كانما يطرد وفي الجاريه كانما تطرد وقدم مجيء الاعرابي في حديثه قبل مجيء الجاريه وزاد في اخر الحديث ثم ذكر اسم الله واكل وحدثنيه ابو بكر بن نافع حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الاعمش بهذا الاسناد وقدم مجيء الجاريه قبل مجيء الاعرابي وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا الضحاك يعني ابا عاصم عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. وحدثنيه إسحاق بن منصور: أخبرنا روح بن عبادة: حدثنا ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي عاصم، إلا أنه قال: وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه، وإن لم يذكر اسم الله عند دخوله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال". حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير. قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: عن جده ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، حا وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري باسناد سفيان. وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال ابو الطاهر اخبرنا وقال حرمله حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عمر بن محمد. حدثني القاسم بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر حدثه عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ياكلن احد منكم بشماله ولا يشربن بها فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها قال وكان نافع يزيد فيها ولا ياخذ بها ولا يعطي بها وفي رواية أبي الطاهر: "لا يأكلن أحدكم". حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن عكرمة بن عمار: "حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، أن أباه حدثه: أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك". قال: "لا أستطيع". قال لا استطعت ما منعه الا الكبر. قال: فما رفعها الى فيه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن ابي عمر جميعا عن سفيان. قال ابو بكر: حدثنا سفيان بن عيينه عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن ابي سلمه. قال كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفه، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وابو بكر بن اسحاق، قال حدثنا ابن ابي مريم: اخبرنا محمد بن جعفر، اخبرني محمد بن عمرو بن حلحله عن وهب بن كيسان عن عمر بن ابي سلمه انه قال: اكلت يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت اخذ من لحم حول الصحفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مما يليك. وحدثنا عمر الناقد حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله عن ابي سعيد قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها وحدثناه عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله غير انه قال واختناثها ان يقلب راسها ثم يشرب منه حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتاده عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، قال قتادة فقلنا فالأكل؟ فقال: ذاك أشن أو أخبث. وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا: حدثنا وكيع عن هشام عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر قول قتاده حدثنا هداب بن خالد حدثنا همام حدثنا قتاده عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لزهير وابن المثنى قالوا حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبه حدثنا قتاده عن ابي عيسى الاسواري عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما حدثني عبد الجبار بن العلاء حدثنا مروان يعني الفزاري، حدثنا عمر بن حمزه: اخبرني ابو غطفان المري انه سمع ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن احد منكم قائما فمن نسي فليستقئ. وحدثنا ابو كامل الجحدري: حدثنا ابو عوانه عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. حدثنا سفيان عن عاصم عن الشعبي: عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم من دلو منها وهو قائم. وحدثنا سريج بن يونس حدثنا هشيم أخبرنا عاصم الأحول حا وحدثني يعقوب الدورقي وإسماعيل بن سالم قال إسماعيل أخبرنا وقال يعقوب حدثنا هشيم حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وحدثني عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عاصم سمع الشعبي سمع ابن عباس قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب قائما واستسقى وهو عند البيت. وحدثناه محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثني محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديثهما فأتيته بدل حدثنا ابن أبي عمر حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد الوارث بن سعيد حا وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن أبي عصام عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثة ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ قال أنس فأنا أتنفس في الشراب ثلاثة وحدثناه قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن أبي عصام عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وقال في الإناء حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي، وقال: الأيمن فالأيمن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمر الناقد، وزهير بن حرب، ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لزهير. قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن انس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وانا ابن عشر ومات وانا ابن عشرين وكن امهاتي يحثثنني على خدمته فدخل علينا دارنا فحلبنا له من شاه داج وشيب له من بئر في الدار فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر وابو بكر عن شماله يا رسول الله أعط أبا بكر، فأعطاه أعرابيا عن يمينه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمن فالأيمن. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم أبي طوالة الأنصاري. أنه سمع أنس بن مالك حا وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب واللفظ له حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك يحدث قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا فاستسقى فحلبنا له شاه ثم شبته من ماء بئري هذه. قال: فأعطيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر عن يساره، وعمر وجاهه، وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من شربه، قال عمر: هذا أبو بكر يا رسول الله يريه إياه. فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعرابي، وترك أبا بكر وعمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيمنون، الأيمنون، الأيمنون. قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، فهي سنة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه. عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره اشياخ فقال للغلام اتاذن لي ان اعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله لا اوثر بنصيبي منك احدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم حا وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يقولا فتله ولكن في رواية يعقوب قال فأعطاه إياه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد واسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها حدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، حا، وحدثنا عبد بن حميد، أخبرني أبو عاصم جميعا عن ابن جريج، حا، وحدثنا زهير بن حرب واللفظ له، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج، قال سمعت عطاء يقول، سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سعد بن ابراهيم عن ابن كعب بن مالك عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه الثلاث من الطعام، ولم يذكر ابن حاتم الثلاث، وقال ابن أبي شيبة في روايته عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن سعد، عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل بثلاث اصابع ويلعق يده قبل ان يمسحها وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد ان عبد الرحمن بن كعب بن مالك او عبد الله بن كعب اخبره عن ابيه كعب انه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وحدثناه أبو كريب حدثنا ابن نمير حدثنا هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وعبد الله بن كعب حدثاه أو أحدهما عن أبيه كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا سفيان بن عيينه عن ابي الزبير عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلعق الاصابع والصحفه وقال انكم لا تدرون في ايه البركه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه. فإنه لا يدري في أي طعامه البركة وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو داود الحفري حا وحدثنيه محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله وفي حديثهما ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها وما بعده حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان يحضر احدكم عند كل شيء من شانه حتى يحضره عند طعامه فاذا سقطت من احدكم اللقمه فليمط ما كان بها من اذى ثم لياكلها ولا يدعها للشيطان فاذا فرغ فليلعق اصابعه فانه لا يدري في اي طعامه تكون البركه وحدثناه ابو كريب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابي معاويه عن الاعمش بهذا الاسناد اذا سقطت لقمه احدكم الى اخر الحديث ولم يذكر اول الحديث ان الشيطان يحضر احدكم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمش عن ابي صالح وابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر اللعقه وعن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اللقمه نحو حديثهما وحدثني محمد بن حاتم وابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمه حدثنا ثابت عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاث قال وقال اذا سقطت لقمه احدكم فليمط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه. فإنه لا يدري في أيتهن البركة وحدثنيه أبو بكر بن نافع حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي قال حدثنا حماد بهذا الإسناد غير أنه قال وليسلت أحدكم الصحفة وقال في أي طعامكم البركة أو يبارك لكم حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبه وتقارب في اللفظ قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود الانصاري قال كان رجل من الانصار يقال له ابو شعيب وكان له غلام لحام فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع فقال لغلامه ويحك اصنع لنا طعاما لخمسه نفر فاني اريد ان ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسه قال فصنع ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسه واتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا اتبعنا فان شئت ان تاذن له وان شئت رجع قال لا بل آذن له يا رسول الله وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي معاوية حا وحدثناه نصر بن علي الجهضمي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو أسامة حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة حا وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان كلهم عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود بهذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث جرير. قال نصر بن علي في روايته لهذا الحديث: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الأعمش. حدثنا شقيق بن سلمه، حدثنا أبو مسعود الأنصاري وساق الحديث. وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد، حدثنا أبو الجواب، حدثنا عمار وهو ابن رزيق، عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر حا وحدثني سلمة بن شبيب. حدثنا الحسن بن اعين حدثنا زهير حدثنا الاعمش عن شقيق عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بهذا الحديث وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا حماد بن سلمه عن ثابت عن انس ان جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشه فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه قال نعم في الثالثه فقاما يتدافعان حتى اتيا منزله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا خلف بن خليفه عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله، قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا، فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فاذا هو ليس في بيته فلما راته المراه قالت مرحبا واهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء اذ جاء الانصاري فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما احد اليوم اكرم اضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال كلوا من هذه، وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، فذبح لهم، فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسالن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع، ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. وحدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو هشام يعني المغيرة بن سلمة. حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا يزيد، حدثنا أبو حازم. قال سمعت أبا هريرة يقول بين أبو بكر قاعد وعمر معه إذ أتاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أقعدكما هنا قالا أخرجنا الجوع من بيوتنا والذي بعثك بالحق ثم ذكر نحو حديث خلف بن خليفة حدثني حجاج بن الشاعر حدثني الضحاك بن مخلد من رقعه عارض لي بها ثم قراه علي قال اخبرناه حنظله بن ابي سفيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما حفر الخندق رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا فانكفات الى امراتي فقلت لها هل عندك شيء فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فاخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير ولنا بهيمه داج قال فذبحتها وطحنت ففرغت الى فراغي فقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه قال فجئته فساررته فقلت يا رسول الله انا قد ذبحنا بهيمه لنا وطحنت صاعا من شعير كان عندنا فتعال انت في نفر معك فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى اجيء فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس حتى جئت امراتي فقالت بك وبك فقلت قد فعلت الذي قلت لي فاخرجت له عجينتنا فبسق فيها وبارك ثم عمد الى برمتنا فبسق فيها وبارك ثم قال ادعي خابزه فلتخبز معك وقدحي من برمتكم ولا تنزلها وهم الف فاقسم بالله لاكلوا حتى تركوه وانحرفوا وان برمتنا لتغط كما هي وان عجينتنا او كما قال الضحاك لتخبز كما هو وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك بن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول قال ابو طلحه لام سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت نعم فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال فقلت نعم فقال ألي طعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحه فاخبرته فقال ابو طلحه يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت الله ورسوله اعلم قال فانطلق ابو طلحه حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلمي ما عندك يا أم سليم، فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت، وعصرت عليه أم سليم عكة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: أذن لعشرة، حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون رجلا أو ثمانون. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا، وحدثنا ابن نمير واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا سعد بن سعيد، حدثني أنس بن مالك قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدعوه، وقد جعل طعاما. قال فاقبلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس فنظر الي فاستحييت فقلت اجب ابا طلحه فقال للناس قوموا فقال ابو طلحه يا رسول الله انما صنعت لك شيئا قال فمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا فيها بالبركه ثم قال ادخل نفرا من اصحابي عشره وقال كلوا واخرج لهم شيئا من بين اصابعه فاكلوا حتى شبعوا فخرجوا فقال ادخل عشره فاكلوا حتى شبعوا فما زال يدخل عشره ويخرج عشره حتى لم يبق منهم احد الا دخل فاكل حتى شبع ثم هياها فاذا هي مثلها حين اكلوا منها وحدثني سعيد بن يحيى الأموي، حدثني أبي، حدثنا سعد بن سعيد، قال سمعت أنس بن مالك قال: بعثني أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث بنحو حديث ابن نمير، غير أنه قال في آخره، ثم أخذ ما بقي فجمعه، ثم دعا فيه بالبركة، قال فعاد كما كان. فقال: دونكم هذا. وحدثني عمرو الناقد، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي، حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، عن انس بن مالك، قال: امر ابو طلحه ام سليم ان تصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما لنفسه خاصه. ثم أرسلني إليه وساق الحديث، وقال فيه: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده وسمى عليه، ثم قال: إذن لعشرة، فأذن لهم فدخلوا، فقال: كلوا وسموا الله، فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وأهل البيت، وتركوا سؤرا. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن انس بن مالك بهذه القصه في طعام ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه فقام ابو طلحه على الباب حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله انما كان شيء يسير. قال هلمه فان الله سيجعل فيه البركه. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد البجلي، حدثني محمد بن موسى، حدثني عبد الله بن عبد الله بن ابي طلحه، عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وقال فيه: ثم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكل اهل البيت وافضلوا ما ابلغوا جيرانهم وحدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت جرير بن زيد يحدث عن عمرو بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك قال راى ابو طلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن فاتى ام سليم فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في المسجد يتقلب ظهرا لبطن واظنه جائعا وساق الحديث وقال فيه ثم اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو طلحه وام سليم وانس بن مالك وفضلت فضلة فأهديناه لجيراننا. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي: حدثنا عبد الله بن وهب: أخبرني أسامة أن يعقوب بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فوجدته جالسا مع أصحابه يحدثهم. وقد عصب بطنه بعصابة. قال أسامة: وأنا أشك على حجر. فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم بنت ملحان. فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسالت بعض اصحابه فقالوا من الجوع فدخل ابو طلحه على امي فقال هل من شيء فقالت نعم عندي كسر من خبز وتمرات فان جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده اشبعناه وان جاء اخر معه قل عنهم ثم ذكر سائر الحديث بقصته وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حرب بن ميمون، عن النضر بن انس، عن انس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في طعام ابي طلحه، نحو حديثهم. حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك بن انس، فيما قرئ عليه، عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه، انه سمع انس بن مالك يقول: ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال انس بن مالك فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد قال انس فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصحفه قال: فلم ازل احب الدباء منذ يومئذ. حدثنا محمد بن العلاء ابو كريب، حدثنا ابو اسامه عن سليمان بن المغيره، عن ثابت عن انس قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه فجيء بمرقه فيها دباء. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل من ذلك الدباء ويعجبه قال فلما رايت ذلك جعلت القيه اليه ولا اطعمه قال فقال انس فما زلت بعد يعجبني الدباء وحدثني حجاج بن الشاعر وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع حدثني محمد بن المثنى العنزي حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير، عن عبد الله بن بسر، قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي، قال: فقربنا اليه طعاما ووطبة، فأكل منها، ثم أُتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه، ويجمع السبابة والوسطى، قال شعبة: هو ظني.. وهو فيه ان شاء الله القاء النوى بين الاصبعين ثم اتي بشراب فشربه ثم ناوله الذي عن يمينه قال فقال ابي واخذ بلجام دابته ادع الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم وحدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي حا وحدثنيه محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد ولم يشك في القاء النوى بين الاصبعين. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وعبد الله بن عون الهلالي قال يحيى اخبرنا وقال ابن عون حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل القفاء بالرطب حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو سعيد الاشج كلاهما عن حفص قال ابو بكر حدثنا حفص بن غياث عن مصعب بن سليم حدثنا انس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل تمرا وحدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعب بن سليم عن أنس قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا، وفي رواية زهير أكلا حثيثا. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت جبلة بن سحيم، قال: كان ابن الزبير يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل، فيقول لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان. وحدثناه عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حا. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وليس في حديثهما قول شعبة ولا قوله وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن جبلة بن سحيم قال سمعت بن عمر يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوع اهل بيت عندهم التمر. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلاء عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن امه عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع اهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع اهله او جاع اهله قالها مرتين او ثلاثا حدثنا عبد الله بن مسلمه بن قعنب حدثنا سليمان يعني بن بلال عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل سبع تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره سم حتى يمسي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه عن هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد بن ابي وقاص يقول سمعت سعدا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر وحدثناه ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية الفزاري حا وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد كلاهما عن هاشم بن هاشم بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولا يقولان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن شريك وهو ابن ابي نمر عن عبد الله بن ابي عتيق عن عائشه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في عجوة العالية شفاء أو إنها ترياق أول البكرة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير وعمرو بن عبيد عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين وحدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال وأخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبه لما حدثني به الحكم لم انكره من حديث عبد الملك حدثنا سعيد بن عمرو الاشعثي اخبرنا عبثر عن مطرث عن الحكم عن الحسن عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وماؤها شفاء للعين. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن مطرف، عن الحكم بن عتيبة، عن الحسن العراني، عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن الذي أنزل الله على موسى وماؤها شفاء للعين حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عمرو بن حريث يقول قال سمعت سعيد بن زيد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا محمد بن شبيب، قال سمعته من شهر بن حوشب، فسألته فقال سمعته من عبد الملك بن عمير، قال فلقيت عبد الملك، فحدثني عن عمرو بن حريث، عن سعيد بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكماه من المن وماؤها شفاء للعين حدثني ابو الطاهر اخبرنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالاسود منه. قال فقلنا يا رسول الله كانك رعيت الغنم. قال نعم وهل من نبي الا وقد رعاها او نحو هذا من القول. حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى بن حسان اخبرنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الادم او الادام الخل وحدثناه موسى بن قريش بن نافع التميمي حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي حدثنا سليمان بن بلال بهذا الاسناد وقال نعم الادم ولم يشك حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم سال اهله الادم فقالوا ما عندنا الا خل فدعا به فجعل ياكل به ويقول نعم الادم الخل نعم الادم الخل حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا اسماعيل يعني بن عليه عن المثنى بن سعيد حدثني طلحه بن نافع انه سمع جابر بن عبد الله يقول اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم الى منزله فاخرج اليه فلقا من خبز فقال ما من ادم فقالوا لا الا شيء من خل قال فان الخل نعم الادم قال جابر فما زلت احب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال طلحه ما زلت احب الخل منذ سمعتها من جابر حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثني ابي حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحه بن نافع حدثنا جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى منزله بمثل حديث ابن علية إلى قوله فنعم الأدم الخل ولم يذكر ما بعده وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حجاج بن أبي زينب حدثني أبو سفيان طلحة بن نافع قال سمعت جابر بن عبد الله قال كنت جالسا في داري فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار الي فقمت اليه فاخذ بيدي فانطلقنا حتى اتى بعض حجر نسائه فدخل ثم اذن لي فدخلت الحجاب عليها فقال هل من غداء فقالوا نعم فاتي بثلاثه اقرصه فوضعنا على نبي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قرصا فوضعه بين يديه، وأخذ قرصا آخر فوضعه بين يدي، ثم أخذ الثالث فكسره باثنين، فجعل نصفه بين يديه، ونصفه بين يدي، ثم قال: هل من أدم؟ قالوا: لا، إلا شيء من خل. قال: هاتوه، فنعم الأدمه. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره عن ابي ايوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتي بطعام اكل منه وبعث بفضله الي وانه بعث الي يوما بفضله لم ياكل منها لان فيها ثوما فسألته احرامه قال لا ولكني اكرهه من اجل ريحه قال فاني اكره ما كرهت وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبه في هذا الاسناد وحدثني حجاج بن الشاعر واحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما قريب، قال حدثنا ابو النعمان، حدثنا ثابت في رواية حجاج بن يزيد ابو زيد الاحول، حدثنا عاصم بن عبد الله بن الحارث عن افلح مولى ابي ايوب، عن ابي ايوب ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وابو ايوب في العلو. قال فانتبه أبو أيوب ليلة، فقال: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق، فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو. وابو ايوب في السفل فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فاذا جيء به اليه سال عن موضع اصابعه فيتتبع موضع اصابعه فصنع له طعاما فيه ثوم فلما رد اليه سال عن موضع اصابع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له لم ياكل ففزع وصعد اليه فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني اكرهه. قال: فاني اكره ما تكره، او ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن فضيل بن غزوان، عن ابي حازم الاشجعي. عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما ثم أرسل إلى الأخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته هل عندك شيء قالت لا إلا قوت صبياني قال فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن نأكل فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن فضيل بن غزوان، عن أبي حازم عن أبي هريرة، أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه فقال لامرأته نومي الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك قال فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وحدثناه أبو كُريب حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيفه، فلم يكن عنده ما يضيفه، فقال: ألا رجل يضيف هذا رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار يقال له أبو طلحة فانطلق به إلى رحله، وساق الحديث بنحو حديث جرير وذكر فيه نزول الايه كما ذكره وكيع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا شبابه بن سوار حدثنا سليمان بن المغيره عن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن المقداد قال اقبلت انا وصاحبان لي وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس احد منهم يقبلنا فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا الى اهله فاذا ثلاثه اعنز فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا قال فكنا نحتلب فيشرب كل انسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان قال ثم ياتي المسجد فيصلي ثم ياتي شرابه فيشرب فاتاني الشيطان ذات ليله وقد شربت نصيبي فقال محمد ياتي الانصار فيتحفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة فأتيتها فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل قال ندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك وعلي شمله إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدماي، وجعل لا يجيئني النوم، وأما صاحباي فناما ولم يصنع ما صنعت. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه، فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا. فرفع راسه الى السماء فقلت الان يدعو علي فاهلك فقال اللهم اطعم من اطعمني واسق من اسقاني قال فعمدت الى الشمله فشددتها علي واخذت الشفره فانطلقت الى الاعنز ايها اسمن فاذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا هي حافله واذا هن حفل كلهن فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال: فحلبت فيه حتى علته رغوة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشربتم شرابكم الليلة؟ قال: قلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني، فقلت يا رسول الله اشرب، فشرب ثم ناولني. فلما عرفت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي واصبت دعوته ضحكت حتى القيت الى الارض قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم احدى سواتك يا مقداد فقلت يا رسول الله كان من امري كذا وكذا وفعلت كذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه الا رحمه من الله أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال فقلت والذي بعثك بالحق، ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا سليمان بن المغيرة بهذا الإسناد. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الأعلى. جميعا عن المعتمر بن سليمان، واللفظ بن معاذ حدثنا المعتمر حدثنا أبى عن أبي عثمان. وحدث أيضا عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع احد منكم طعام فاذا مع رجل صاع من طعام او نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابيع ام عطيه او قال ام هبه فقال لا بل بيع فاشترى منه شاه فصنعت، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى. قال: ويم الله ما من الثلاثين ومائة إلا حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم حزة حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاه، وإن كان غائبا خبأ له. قال وجعل قصعتين فاكلنا منهما اجمعون وشبعنا وفضل في القصعتين فحملته على البعير او كما قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وحامد بن عمر البكراوي ومحمد بن عبد الاعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن معاذ حدثنا المعتمر بن سليمان قال قال ابي حدثنا أبو عثمان أنه حدثه عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا ناسا فقراء، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مرة: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثلاثة، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس بسادس، أو كما قال: «وإن أبا بكر جاء بثلاثة». وانطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم بعشره وابو بكر بثلاثه قال فهو وانا وابي وامي ولا ادري هل قال وامراتي وخادم بين بيتنا وبيت ابي بكر قال وان ابا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى نعس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله قالت له امرأته ما حبسك عن اضيافك او قالت ضيفك قال اوما عشيتهم قالت ابوا حتى تجيء قد عرضوا عليهم فغلبوهم قال فذهبت انا فاختبأت وقال يا غنثر فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا، وقال: والله لا أطعمه أبدا. قال: فيم الله؟ ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر منها. قال: حتى شبعنا، وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك. فنظر إليها أبو بكر، فإذا هي كما هي أو أكثر. قال لامرأته: يا أخت بني فراس ما هذا؟ قالت لا وقره عيني لهي الان اكثر منها قبل ذلك بثلاث مرار قال فاكل منها ابو بكر وقال انما كان ذلك من الشيطان يعني يمينه ثم اكل منها لقمه ثم حملها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبحت عنده قال وكان بيننا وبين قوم عقد فمضى الاجل فعرفنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل منهم اناس، الله اعلم كم مع كل رجل، الا انه بعث معهم فاكلوا منها اجمعون، او كما قال. حدثني محمد بن المثنى حدثنا سالم بن نوح العطار عن الجريري، عن ابي عثمان عن عبد الرحمن بن ابي بكر، قال: نزل علينا أضياف لنا. قال: وكان أبي يتحدث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل. قال: فانطلق وقال يا عبد الرحمن افرغ من أضيافك. قال: فلما أمسيت جئنا بقراهم. قال: فأبوا، فقالوا: حتى يجيء أبو منزلنا فيطعم معنا. قال: فقلت لهم: إنه رجل حديد. وإنكم إن لم تفعلوا خفت أن يصيبني منه أذى. قال: فأبوا. فلما جاء لم يبدأ بشيء أول منهم، فقال: أفرغتم من أضيافكم؟ قال: قالوا: لا، والله ما فرغنا. قال: ألم آمر عبد الرحمن؟ قال: وتنحيت عنه. فقال: يا عبد الرحمن، قال: فتنحيت. قال: فقال يا غنثر أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي إلا جئت قال فجئت فقلت والله ما لي ذنب هؤلاء أضيافك فسلهم قد أتيتهم بقراهم فأبوا أن يطعموا حتى تجيء قال فقال ما لكم ألا تقبلوا عنا قراكم قال فقال أبو بكر فوالله لا أطعمه الليلة قال فقالوا فوالله لا نطعمه حتى تطعمه قال فما رايت كالشر كالليله قط ويلكم ما لكم الا تقبلوا عنا قراكم قال ثم قال اما الاولى فمن الشيطان هلموا قراكم قال فجيء بالطعام فسمى فاكل واكلوا قال فلما اصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بروا وحنثت قال فاخبره فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم قال ولم تبلغني كفارة حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا روح بن عباده حا وحدثني يحيى بن حبيب حدثنا روح حدثنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه وطعام الأربعة يكفي الثمانية وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان حا وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب واسحاق بن ابراهيم. قال ابو بكر وابو كريب حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابو معاويه. عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الاربعه حدثنا قتيبه بن سعيد وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي اربعه وطعام اربعه يكفي ثمانيه حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا اخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر ياكل في سبعه امعاء والمؤمن يأكل في معا واحد وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وابن نمير قال حدثنا عبيد الله حا وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن واقد بن محمد بن زيد انه سمع نافعا قال راى ابن عمر مسكينا فجعل يضع بين يديه ويضع بين يديه قال فجعل ياكل اكلا كثيرا قال فقال لا يدخلن هذا علي فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الكافر ياكل في سبعه امعاء حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابي الزبير عن جابر وابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن ياكل في معن واحده والكافر ياكل في سبعه امعاء وحدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر ابن عمر حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا بريد عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وحدثني محمد بن رافع حدثنا اسحاق بن عيسى اخبرنا مالك عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع الشياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا وقال الآخران أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه وحدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سليمان الأعمش بهذا الإسناد مثله وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمرو وعمر بن سعد أبو داود الحفري كلهم عن سفيان عن الأعمش بهذا الاسناد نحوه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب ومحمد بن المثنى وعمر الناقد واللفظ لابي كريب، قالوا اخبرنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابي يحيى مولى ال جعده، عن ابي هريره قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط. كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه سكت. وحدثناه أبو كُريب ومحمد بن المثنى. قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.